عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا أختي؟ الحمد لله. ها حبيبتي مستعدة؟ إن شاء الله. طيب شرحي لنا أنت إيش نوع عمليتك؟ بين ليزك مع البصمة العين. طيب كنت تحطي نظارة؟ لا. وإيش كانت مشكلة عينك؟ النظر ضعيف جدا. ضعيف جدا. طيب ومن دلك على الدكتور محمد حنتيرة؟ أهل زوجي. أهل زوجك يعني تعاملوا مع الدكتور؟ أيوة من زمان. طيب الحمد لله، ان شاء الله دحين انت مستعده ان شاء الله للدخول للدكتور. اتمنى لك ان شاء الله عمليه موفقه ونتقابل بعد حين ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله. عفوا حبيبتي.